محمد. طيب خلينا ناخد تليفون مهم جدا مع احد المدربين المخضرمين وهو الكابتن فوزي البنزرتي. كابتن فوزي انا برحب بحضرتك وتحياتنا ليك. مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم جميع المشاهدين وجميع الحضور. طبعا مشرفنا ومنورنا هنا على قناة النهار، وبالتالي يعني بنتهز وجود حضرتك معايا، ولازم اسألك عن رأيك في قرعة دوري ابطال افريقيا، شفتها ازاي؟ القرعة بطبيعة الحال ما عندها حتى حكم يتحكم فيها، هذا امر طبيعي. انا عمري ما فكرت في القرعة، عمري ما حبيت نشوف القرعة، معناتها اللي يطيح مبروك، وبعدين عند النادي اللي حب يوصل ابعد الحدود، معناتها حتى الدور النهائي مقابل اي فريق يعترضه، واهم شيء معناتها الثقه في النفس نتاع النوادي اللي ما يلزمهاش تخاف من فريق هذا او فريق هذا. وبطبيعه الحال انا مطالبين باش نقبل احكام القرعه مهما كانت. صحيح صحيح، يمكن نادي الوداد يمكن خرج النسخه الاخيره من الدور قبل النهائي، اكيد حضرتك تابعت، ولكن هل حضرتك دعمت الفتره اللي فاتت ببعض اللعيبه اللي حضرتك كنت محتاجها في الفتره الحاليه، وشايف ان الوداد واحد من الاسماء القويه جدا المرشحه انها تبقى موجوده لابعد مدى ممكن في بطوله دوري ابطال افريقيا يا كابتن فوزي؟ والله انا بطبيعه الحال انا ندعم اللاعبين الموجودين، لاني ما كنتش موجود في الوداد السنه الفارطه. والسنة هذه جيت متأخر نوعا ما مع التحضيرات، وكيك معناتها كل شيء تم، معناتها بطبيعة المسؤولين عن النادي والرئيس النادي معناتها هم أخذوا زمام الأمور، مانيش عارف مع المدرب القديم أو المدرب الحالي، وأغلب الحالات أنا المدرب ماك تعرف العالم ما يدومش فترة طويلة معناتها، وبعدين هم المسيرين والرئيس النادي هو أغلب الحالات مع مجموعة يمكن من الفنيين هم يختاروا اللاعبين الموجودين. على كل أنا ديما نتعامل بالمجموعة الموجودة، ما يهمنيش اللي نلقاه موجود هو اللي نتعامل معاه، هو الأفضل يكون موجود في الملعب لا أكثر ولا أقل. معناتها بالنسبة للميركاتو هذا ممكن ضروري، معناتها بالنسبة لنادي الوداد وحب نعزز الفريق بلاعب أو باثنين أو بثلاثة، لأني ضد انتداب نتاع مجموعة كبيرة، أو معناتها لأن فريق الوداد الوقت الحاضر معناتها وقعت فيها العديد والعديد من التغييرات. أنا كي جيت للوداد السنة هذه نلقى تقريبا أقل ما يمكن 60 أو 70% من اللاعبين طايروا. هي كانت الفترة هذه معناتها لقيت نوعا ما من الصعوبات، معناتها حتى مع في يعني تلقى التشكيلة اللازمة والطريقة اللازمة، يعني حتى الفريق فالامور تصعب، لكن مع قيمه الفريق وسمعه الفريق تخلي اللاعبين هذوما يتاخروا ويصيروا معناتها من الافراد اللي يكونوا ناجحين في الفريق، ويعرفوا معناتها ما قيمه الفريق، ويعرفوا معناتها في الفرق الكبرى معناتها غايتها الانتصارات وغايتها الاهداف. طيب لو سالت حضرتك على يعني عدم وجود الاهلي والزمالك مع حضرتك في مجموعه واحده، هل ده بالنسبه لك يعني حضرتك شيء فكرت فيه او كنت عامل حسابه؟ لا انا والله ما شفت حتى القرعه، بقى اهلي والزمالك بطبيعه الحال عمالقه من عمل كره القدم الافريقيه، انا مؤكد فهمتني. الحمد لله معناتها ما قوه معناتها ما عادش فما فريق سهل الوقت الحاضر، مثلا حتى الفرق الافريقيه معناتها افريقيا السوداء يعني ما همش سهلين، ما همش فرق سهله. كي تلقى صن داونز او فريق اخر من الجنوب الافريقي، معناتها الفرق هذوما كل معناتها إذا وصلوا لأدوار متقدمة كما أدوار المجموعات يعني فرق محترمة، فريق معناتها ما همش مسهلين. ممكن معناتها الزمالك والأهلي أنا نكون نعرفهم أكثر من الفرق هذوما، لأنه ما لهم فرق مش ما نعرفهمش كثير، ومعناتها وصعب معناتها المتابعة نتاعهم مش معناتها كما تتابع الأهلي والزمالك والوداد والترجي، هذوما كل معناتها كما نقول قرينا وقرايا نفهموهم فردا فردا. والفرق هذوما الافريقيه لازم الواحد يتبعهم ويشوف معناتها نقاط القوه نقاط الضعف، المهارات موجوده مش موجوده، وخاصه معناتها في الفريق الملاعب ما تبقاش ملاعب طيبه يعني السكنة تنقل معناتها هذه كل نقطة فيها صعوبات بالنسبة للوداد تلعب اغلب المباريات نتاعها في الكونغو في الافريقيا الشيد. طب كابتن فوزي يمكن كان في بعض الاسماء المصريه المرشحه، كابتن فوزي يمكن كان في بعض الاسماء المرشحه
لنادي الوداد المغربي من مصر، بنتكلم بالاخص على اللاعب باسم مرسي لاعب الزمالك السابق والانتاج الحربي الحالي. كان في بعض التقارير اللي رابط اسم باسم مرسي بانتقاله الى الوداد المغربي في يوم من الايام، هل الرغبه لسه متجدده عند حضرتك في ضمه لتدعيم خط الهجوم، ولا بالنسبه لكم الموضوع دعمتم من ناحيه تانية؟ والله انت اسمه اللاعب اسمه ايه؟ بقول لحضرتك كان في لاعب مصري مرشح وبقوه ان هو ينتقل الى نادي الوداد المغربي، اللاعب باسم مرسي لاعب نادي الزمالك. انا بكل صراحه مش هقول لك ما عنديش خبره في الموضوع هذا. طيب يعني ما عنديش ولا خبر على الموضوع هذا. طيب هل ممكن يا كابتن فوزي يتعاقد مع لعيبه من مصر خلال الفتره اللي جايه؟ مع مين؟ ممكن الكابتن فوزي البنزرتي يطلب ان هو يتعاقد مع لعيبه مصريه خلال الفتره اللي جايه؟ ما ممكن جدا بطبيعه الحال. هذا فانا بطبيعه الحال اي لاعب عنده مهارات معناتها يكون ممتاز يقدر يستفيد الفريق فاهلا وسهلا به معناتها، لكن ديما القرار يبقى قرار اداري اكثر منه معناتها قرار فنيات وذي امكانيات ماديه معناتها تكون متوفره ولا مش متوفره. ولا ما هيش متوفره فبطبيعه الحال معناتها انا عندي راي معناتها. تمام. انا نقترح مثلا ان الاداري معناتها خاصه الرئيس النادي هو اللي قرر، هو ياخذ القرار النهائي حسب امكانيات الفريق بطبيعه الحال. تمام، بشكر حضرتك كابتن فوزي البنزرتي المدير الفني لنادي الوداد المغربي على وجود حضرتك معايا. يعني كابتن احمد ارجع لحضرتك مره ثانيه في موضوع مصطفى محمد، بما انه يمكن يعني راس حربه